تسلم فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية أوراق اعتماد سعادة السيد بدر عباس الحليبي كسفير لمملكة البحرين لدى الجمهورية والمقيم في برازيليا. نعم، بهذه المناسبة نقل سعادة السفير تحية جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لفخامة الرئيس بدوام الصحة والعافية ولبلاده وشعبها الصديق مزيدا من التطور والازدهار. قد أعرب فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي عن اعتزازه بعلاقات الصداقة مع مملكة البحرين، متمنيا للسفير بدر عباس الحليبي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الدبلوماسي.